أغلقت القصة الأبرز خلال الأيام الماضية والتي احتلت الحيز الأكبر في الساحة الرياضية، وتم إسدال الستار على الفصل الأخير منها بارتداء لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب حسان تنبكتي للقميص الأزرق، عقب أن نجح الهلال في ضمه لصفوفه. قصة خروج تنبكتي من نادي الشباب كانت قد بدأت مع انطلاق سوق الانتقالات الصيفية، وظهرت حينها أحاديث إعلامية عن نية اللاعب ارتداء قميص جديد على الرغم من تجديد عقده مع ناديه حتى يونيو 2027 في يناير الماضي. التسريبات التي ظهرت في الوسط الرياضي حينها أشارت إلى أن النجم الدولي قد حظي باهتمام أندية الصندوق الأربعة، الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، وسط مطالبات شبابية بعدم مغادرة اللاعب أسوار النادي. تلك الأحاديث والأخبار المتداولة جعلت النجم الدولي يظهر في لقاء تلفزيوني عبر برنامج كورة لتوضيح ما كان يدور حول مستقبله وتفاصيل اتفاقه مع الإدارة الشبابية السابقة فيما يخص مشواره القادم. عندك الرغبة الخروج إذا جاك عرض مناسب؟ صحيح، هذا الرغبة عشان كان في اتفاق سابق من الإدارة السابقة، كان إذا في عرض مناسب لنادي الشباب والنادي حيستفيد أنا أطلع فيها. بلغتهم من معسكر النمسا بعد ما طلع أبو الوليد، قال لي إنه في عروض وأنا رفضتها. هنا حسيت إنه كان في وعد، في شيء. أنت وقعت؟ وقعت على إيش؟ لأي نادي؟ لا، حتى هاللحظة؟ حتى هاللحظة ما في اتفاق مع أي نادي؟ لا، مو صحيح. أنا رغبتي من خلاص اتخذت بعد ما استخرت واستشرت، رغبتي هي الانتقال. هذا اللي حبيت أوصله. وين النقاش؟ حديث النجم الدولي في كورة والإفصاح عن رغبته الصريحة في مغادرة الشباب زادت التكهنات حول وجهته المقبلة واسم النادي الذي سيمثله تنبكتي في قادم الأيام، لينجح الهلال في حسم قصة الأسخن وكتابة الفصل الأخير بكسب خدمات المدافع الدولي لصفوفه وبدعم مباشر وسخي من العراب والداعم الأول لنادي الهلال وعضوه الذهبي صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، لتنتهي واحدة من أكثر الأحداث التي شغلت الشارع الرياضي خلال الأيام الفائتة، وليصبح اللاعب حسان تنبكتي أحد أفراد الكتيبة الهلالية الزرقاء. في النهاية أنا هلالي.